وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود عن نار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نكهوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فقال لما يريد العذاب حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم مهيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ السلام عليكم ورحمة الله تعالى.